في موضوع ثاني حبيت نوضحه. صار الأسبوع الماضي وحكم حكم سمانة كاملة، ما كانش كامل يستحق سمانة كاملة. كنت تكلمت أنا الأسبوع الماضي عن أمر خاص ومحدود جدا، هو استشهاد الرجل المجاهد إسماعيل هنية، كما استشهدوا آلاف الشهداء من غزة ومن فلسطين ومن غير ذلك. تكلمنا وترحمنا عليه وذكرنا واحد الأمر هكذا قاس في خاطر كل الناس، وهي مجموعة محدودة، سامحوني مانيش حاب نطول في الموضوع، مجموعة محدودة اللي قالت مستراح منه، مجموعة محدودة اللي قالت مستراح منه، فكامل الناس زعفت من هذه الكلمة، كلمة عظيمة، هذه كلمة سيئة تاع مستراح منه، كلمة يعني لا يقبلها عاقل، لا يقبلها جزائري، لا يقبلها مؤمن، أنك تقول على شهيد فن عمره في سبيل الله تقول مستراح منه. فأنا كلامي كان موجها إلى من قال مستراح منه، لم أقصد، وكانت هذه الكلمة عن غضب لله تبارك وتعالى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من الغضب ألقى الألواح، الألواح لما كان مكتوب فيها الوحي ألقاها، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فالغضب أحيانا يحيد بالإنسان، فقلت كلمات أعتذر منها لجميع من سمعها، من سمعها دون استثناء. ما كان يحق لي أن أتكلم بتلك الكلمات وأقولها بكل شجاعة، ما كان لي أن أذكر تلك الكلمات في المسجد أو مع فضلاء مثلكم، فأنا أعتذر من كل من سمع تلك الكلمات دون حصر ودون استثناء. لم أكن أقصد فئة معينة كما قولوني، ما لم أقل قال تكلم على السلفين، نحن سلفنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لنا سلف نتبع السلف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، هو سلفنا، وسلفنا أئمتنا وشيوخنا وعلماؤنا، فكيف أوجه هذا الكلام لهذه الفئة؟ وأبدا أنا لم أذكرها ولم أقصدها أبدا، وهذا تقويل لي بما لم أقل. 20 سنة ونحن في هذا المنبر، أول مرة وصل بنا الغضب، الله غالب، رانا من أكتوبر وإحنا في ضغط وخوتنا مساكن في تقتيل وفي تمزيق وكذا. فلذلك كما قلت وكما أعيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يصلح حالنا وأن يجعلنا واقفين مع إخواننا. الآن الأصل أن نتليم كامل ونقف على خوتنا، ما نزيدوش الصف شرخا. كما أيضا أذكر في ختام هذه الكلمة بأنني ومن هذا المنبر أسامح وأعفو عن كل من أساء إلي وعن كل من شتمني أو سبني أو انتقص مني في الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يصلح حالنا وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد أمتنا وأن يبعد عنا الفرقة. ولكني طبعا أقول بأن هذه الكلمة تبقى كبيرة كبيرة كبيرة، أنك تقول على شهيد مستراح منه، راهي كبرت كلمة تخرج من فم أي إنسان، أي إنسان مهما كان، مهما كان لا تخرج من فمه تلك الكلمة أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأن يجمع شملنا وأن يبعد عنا الفرقة وأن يحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه.